السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت بغيت نطبق معكم هاد الغرز الاولى في الطرز اليوغوسلافي. نتمنى يعجبكم الطرز. ومايتو ان شاء الله غنبداو معكم. هاد الطرز هذا كيتعرفتو بلاطوار غليظ. انا ما غاديش نطبقو معكم في هذاك الثوب حيت تبي تخدمو بحال هكا مثلا شي جلابه بالمليفه ولا في اي ثوب اخر ما كيكونش كيتحسب. شديت الكانفا ثبتها في الثوب المليفه، ها هو ثبت عليه الكانفا. وهذا الطرز هذا كيتخدم بالكوردون وكيتخدم بالخيط ديال الصوف فاش كيخدموه في السيكان وفي فداك الثوب اليوغوسلافي. الاكثريه كيخدموا بالخيط ديال الصوف كيتخدم في السيكان، وفي هكا اللي بيخدموا في هذاك الثوب ديال لاطوا كيتخدم بالكوردون. انا دابا قلت زعما علاش ما نديرش نديرو بالصابره. شديت الصابره ربعة الشعرات برمطهم حرقتهم جاو بحال ما كاين بحال شكل الخيط ديال الكوردون. ومن هنا حتى لو بغينا نخدمو شي بياسه غنخدموها بالصابره. واخا حتى الكوردون راه زوين وصحيح، خليني دابا انا هاد الساعه كتوفر ليا غير الصابره. قلت علاش ما نبدا بالصابره. صافي نبداو على بركه الله. نتمنى يعجبكم هذا الدرس. هذا كنجي كندخل البره من هنايا كنعاود نخرجها وكنتقف الخيط في هاد العين هادي. هي غتبان لكم في هاد العين هادي كنتقف الخيط. هو هاد الطرز هذا راه زوين صراحه الله، كيبغي غير شويه ديال التركيز. وهو كيبغي الحساب بحالو بحال الطرز الفاسي بحال البوانتي كروا. كنجي كنهزو ضربه كنخدم الضربه الاولى وكنفوت وحده وكنعاود نخدم بالاخرى. انا ما درتش الكانفا هنايا هكا كيجي كنفوت وحده كنعاود نهز وحده كنفوت وحده كنعاود نهز وحده. هو راه مسربي في الخدمه يبغي غير تركزوا معاه باش ما تغلطوش في الحساب. حيت الا غلط طيب ضربه وحده خصك تعاودي كلشي ترجعي منها تسربي. صافي كنعاود تاني نفوت وحده نعاود نهز وحده نفوت وحده. علاش انا ما درتش المرمى؟ حيت هكا كنتحكم كنولي نهز شحال من ضربه في المرمى في المرمى كنبقى نزيد ضربه بضربه. هادشي اللي كاين. كاينين فيه زواقات واعرين كيجيو في الجلالب خيرين، يجي في السريبتات يجي في ناب شحال من حاجه. كنفوت وحده كنهز وحده كنفوت وحده كنهز وحده. صافي هذه هي الغرزه الاولى في اليوغوسلافي. صافي كنحاول نجرها هكايا كنهز وحده كنمشي في وحده. كنهز الغرزه كنخلي وحده كنهز وحده صافي وهكا كنمشي. غير انا هاد الغرز ما غاديش نرجع فيهم ماشي بحال في الطرز الفاسي ولا بوانتي كرو. هذا دائما كتبان غرزه ديال الثوب وكتبان غرزه ديال الخيط. صافي وكنمشيو هكايا. هذه هي الغرزه الاولى.
دابا هذا الدرس الثاني، هذا الغرزة الثانية. كيفاش كيجي من الوجه وكيفاش كيجي من الكفة. حتى هاد الغرزة راني مشيت بها حتى الاخر. دابا غادي نبدا في الغرزة الثانية. الغرزة الثانية غادي نحسب كنحسبها الغرزة الاولى والثانية. الاولى الثانية والثالثة بغيتي تفوتو شي شويه تفوتو، غير انا ما باش نضيع الكامبا. وفي التيستر واحد واحد جوج ثلاثة أربعة. اش كنجي ندير؟ كنجي كنفوت الكارو الاولاني والثاني والثالث، كندخل فيه الابره. ما كنجيش نضربها كنيشان، لا كنجي لهذا كنضرب هذه الغرزه كنعاود ندير هنايا ونعاود نخرج لهنا. ياك كنجي ما كنضربش هنا ثاني نيشان نمشي، لا كنجي لهنايا صافي كنضرب تاني أربعة ضربات أخرين. ها وحدة ها جوج ها هي الثالثة. صافي خصكم تعاودو تجروها هكايا باش ما كملش الخدمه. حيت انا ما درتش المرمى الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. هنا ها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. اش كنا كنديرو؟ كنجي كنفوت هاد الضربه الاولى والثانيه والثالثه، ما كنضربش في هذه اللي قودها، كنجي لهذه اللي في الجنب، كنجي كنهز هاد الخيط ونحط هذا ونعاود نهز هذا، ما كنجيش تاني نيشان فيها، كنجي لهذه اللي حداها وكنبقى نضرب الخيط الاولاني صافي كنهز واحد ونحط واحد. كيفاش كتجي؟ كنجي كنعاود تاني كنضرب اربعة الخيوط، الاولاني الثاني الثالث والخيط الرابع. كنجي كنفوت هاد الاولى والثانيه والثالثه، كنجي لهادي اللي هنايا كنهز. راه هو ساهل كيبغي شويه ديال التركيز والحساب غتخرج لك الزواق. كنجي تاني لهادي اللي في جنبها كنعاود نضرب تاني اربعه ضربات. نضربوا الاولى الثانيه الثالثه ها هي الرابعه. ها واحد جوج ثلاثة أربعة، دائما كتحسبوا واحد جوج ثلاثة، باقي خاصني وحدة أربعة. الأولى الثانية ما كنضربوش فيها، كنضربو في الثالثة. كنجيو لهذه اللي هنا اللي في جنبها كنهزو الضربة الأولى كنعاود نجي تاني لهنايا صافي كنعاود نضرب تاني اربعه ضربات
صافي كنمشي تاني على هكايا. كنها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه كنفوت هادي وهادي الاولى والثانيه والثالثه كنجي كنضرب اللي في جنبها كنجي لهنايا ثاني صافي كنبقى نهز خيط ونحط خيط نهز خيط ونحط خيط حتى كنكمل الاول الثاني الثالث باقي خاصني واحد اخر كنفوت هاد الاولى وهاد الثانيه وهاد الثالثه كنجيو لهاد اللي بجنبها صافي كنعاودو نجيو لهنايا قالت لي دابا هي وحده هنايا واحد جوج ثلاثه في كل ساعه خصني نحسب قلنا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه كنجي ثاني نفوت الاولى الثانيه الثالثه اللي في جنبها صافي كنجي كنضرب هنايا كنضرب هاد الضربات هاد أربعة ضربات صافي دابا هدا هو الشكل النهائي نتمنى يكون واضح دابا هدا هادي الغرزة الأولى وهادي الغرزة الثانية من الطرز ليغوز لافي نتمنى يعجبكم هاد الدرس هدا وما تنساوش تدعموني وديروا لي جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد تاعي وشكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.